فالمكذب والكاذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام كالخطاب والمغيري والسباب الفاحش الأفاق المفتري تنطبق عليه المواصفات كما قلنا التي الآن وردت في الروايات. فماذا ينطبق عليه؟ ينطبق عليه أنه إذا اؤتمن خانه، وإذا حدث كذبه، وإذا عاهد غدره، وإذا خاصم فجره. ومن علاماته أنه إذا حدث تلك خصال، وهذه علامات. ومن علاماته، هذا حسب تطبيق الروايتين، ومن علاماته أنه إذا حدث كذبه، وإذا وعد أخلفه، وإذا اؤتمن خانه.